بتمنى أنه كل الشعب العربي يكون عنده الحرية بالعيش، الحرية بما معناه الثقافة والحضارة والطموح والرؤية، هيدي الحرية، هيدا معنى الحرية. بدي أقول لك شيء، بدي أعطي إكيب العمل بالسوشيال ميديا عندي حقه، لأنه مش أخذ حقه صراحة. بيضل يفكروا بأفكار ما تكون مجرد لعبة، مجرد سطحية، مجرد شيء خارجي. عبالنا نعمل شيء لذيذ بيدل على تاريخ الفن ويلي بيحتوي على مجموعة كتير أغاني من دون ما تمل الناس، وبيضل بيعتبروه مثل كل حدا شو حظه اليوم، شو حظي اليوم. حتى أنا وحدة منهم بيطلع لي مغرومة. هو اللون الأحمر بيدل على الحب، وأنا بحبه لأنه بيعطي دفع مش بارد. ما بحب البرودة بالشي، بحب كل شي يكون نور ونار. مثلا الفاتر ما بحبه،